السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنى تكونوا بخير. اليوم بغيت ندير معكم عشاء ديال لي بات اي معجنات. عندي هنا 500 غرام ديال هاد المعجنات، هادو بحال لي كرافات هاهم ديال لو بلي كومبلي ديال القمح. عندي هنا شويه ديال الدجاج، صدر الدجاج، قزبر معلقه تقريبا، بصله، ثوم جوج فصوصه، عندي ملح وبزار، عندي هاد الفرماج، هاد الجبن هو هذا. غنجربو اليوم معاكم. عندي لاصوص بيشاميل، الحليب والنشا، وغندير ليها الملح والبزار حتى هي، وعندي طبعا الزيت البلديه. دابا عندي هنايا الماء، غادي نخليه حتى يغلى ونضيف ليه الزيت وشويه الملح وندير فيه هاد لي بات. الوقت اللي كيطيب فيه الماء باش ندير فيه المعجنات، غادي ندير البصله، ندير البصل، البصله والثومه والزيت البلديه، وغادي نقليهم هانتوما تقريبا جوج المعالق كبار ديال الزيت، ونقليهم. لما يتقلاو غنزيد ليهم اللحم والربيع، هاد القزبر، البصلة تقلات، غنزيد قطع ديال الدجاج، صدر الدجاج، الربيع، نغرق ليهم شوية هكذا نديرهم باش يرجع الماء ديالهم عليهم. نقلبهم شويه هكذا باش يطيب من جميع الجوانب هذا الدجاج هكذا. نضيف هكذا جوج معالق تقريبا ديال الماء باش ما يتحرقش ليا البصله. نضيف التوابل، الزهر والملح فقط، الزهر والملح هكذا، راس معلقه من كل وحده. بالنسبه للكوكوت راه طاب الماء، ها هو هانتوما شفتوه. اذا غنضيف ليه الملحه والزيت وندير المعجنات. ها ندير ملعقه حتى لجوج ديال الزيت والملح على حسب الذوق. نضيف المعجنات دابا، ونحركهم شويه. وبما انه ديال القمح راه ما يطيب لكمش بحال ديال الفورس، بحال ديال الابيض، الدقيق الابيض، هذا ديال القمح كياخذ الطياب. بالنسبه للدجاج هو طاب مزيان، ولكن لي بات اي معجنات كيشدوا الوقت، لان ماشي بحال الفورس، هذا ديال القمح باقي ما بغاوش يطيبوا. المهم انا دابا غندير لا بيشاميل. درت هنا ملعقه ديال الزبده، نسيت ما قلت لكم ملعقه ديال الزبده. المهم غنخليها تذوب. هنا هاد النشا غنزيدو شويه الحليب ونحركو حتى يذوب حتى هو.
زيد عندك الحليب، نص لتر ديال الحليب، نضيف عليه هاد النشا اللي درتو في الحليب، ها هو، ونبقى نحرك. راكم عارفين كيفاش لا بشاميل كدير باش ما تلصقش في القاع في الاسفل، هكذا ونبقى نحرك في الاسفل هكذا، وما توقفوش التحراك. غنضيف الملح والبزار على حسب الذوق، اذا كان عندكم البزار الابيض ديروه، انا عندي هذا الاسود هذا. ها هو بدا يتقال بشوي بشوي، ها نتوما بدات كيغلب الجوانب، ها نتوما شوف. شويه غنحيدو، صافي غنطفي عليه دابا. ها مزيان دابا عجنت، هاي طابت، غنحيد عليها الماء ونديرها مع الدجاج هو لا بيشاميل. ضفتها هنايا على الدجاج، غندير لها هكذا، نخلطها مزيان، وغندير عليها لا بيشاميل. كاين اللي كي ما كيخلطش لا بيشاميل معاها، انا غنخلط لا بيشاميل معاها، نخلطها مزيان عاد غندير لا بيشاميل فوق عليها. نفرغ لا بيشاميل فوق منها هكذا، نخلطها. نحطها في الطبق ونحك عليها الجبن. الان غنحل هذا، دير هاد القطع فوق منو، حدو سخون. نتوما ديرو الجبن بابشور، انا ما عنديش. ما حدو سخون هويا، غادي يدوب معاه شويه. هذا هو الطبق ديالنا اليوم، الصحة والراحة.